لكن زي ما قلت، آيات القرآن الكريم كلها فيها حكمة ورسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ودواء لكل همومنا ومشاكلنا. سورة طه، أغلبية الناس يعتقدوا أنه طه هو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وسميت السورة باسمه، هل ده صح ولا لا؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. القرآن الكريم هو كالسورة الواحدة من أول حرف لآخر حرف، فلازم نقرأه هكذا. وكمان وأنا بقرأ القرآن الكريم لابد من الجمع بين القراءتين، قراءة القرآن وقراءة الكون. فالقرآن الكريم كون الله الناطق، والكون قرآن صامت، فالاثنين بيكملوا بعض. فلازم أقرأ القرآن وأطبق هذا الكلام. كل واحد فينا، احنا عارفين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. صحيح، سيدنا النبي كان قرآن بيمشي على الأرض. طيب انا ممكن ابقى قرآن يمشي على الأرض؟ بالنسبة لي صعب. طب ايه رايك كل واحد فينا يبقى ورقه مصحف ماشيه على الارض؟ يا ريت. الله يبارك فيك. بالظبط، ايه تمثل منهج حياتي. احنا النهارده نتكلم على سوره طه. سوره طه عدد الايات 135 ايه. سوره نزلت بمكه فهي سوره مكيه. ترتيبها في النزول رقم 45، تمام. ترتيبها في المصحف رقم 20، تمام. ليس لنزولها سبب ولا مناسبة، ما كانش في موقف معين يعني بالزبط. نزلت بسبب. الله يبارك في عمرك. مظبوط، هي نزلت كمنهج للحياة. طيب أول حرف فيها، كأول كلمة فيها طه. طه إيه؟ العلماء قالوا حاجة عجيبة جدا، قالوا أكثر حروف بدأت بيها الصور اختلف حولها العلماء هي سورة طه. ليه بقى؟ لأنه معظم الحروف اللي بدأت خلاص ده حروف مقطعة، ألف لام ميم حا ميم ألف لام ميم راء، فخلاص دي حروف مقطعة إلا طه وقيل ياسين يعني. لكن طه العلماء قالوا إنها اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بيسلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحكي له قصص الأنبياء السابقين، فقيل إن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس على هذا دليل كبير، والأقوى إن طه من الحروف المقطعة اللي بدأت بيها الصورة، شأنها شأن صور كثيرة جدا بدأت بالحروف. بالضبط. وفاكرة حضرتك إن احنا قلنا هم خمس أقسام، في صور بدأت بحرف واحد قاف نون، قاف ونون. في صور بدأت بحرفين حاميم. في صور بدأت بثلاث حروف ألف لام ميم. في صور بدأت بأربع حروف ألف لام ميم راء. في صور بدأت بخمس حروف حاميم عين سين قاف أو كاف هاية عين صاد، تمام. ومن اللي بدأت بحرفين طه طه. ولها أسرار عظيمة جدا، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الحروف دي هو اللي تكون منها القرآن الكريم. ولذلك تلاحظي أن معظم الصور اللي مبدوءة بهذه الحروف بعدها على طول بنتكلم عن القرآن الكريم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. طيب الحاجة اللي بعد كده سورة طه قبلها سورة مريم. ايه الارتباط ما بين الاثنين؟ تلاحظي حضرتك ان ختام سورة مريم فانما يسرناه بلسانك، فهو بيتكلم عن القرآن الكريم. اول سورة طه بتتكلم عن القرآن الكريم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ففيها ارتباط قوي جدا جدا. طيب الاطار العام لسورة طه تذكير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وتجراسي برعاية الله لأوليائه. يعني يا جماعة اللي هيبقى في جنب الله ربنا هيرعاه وربنا هيحميه إلا بمقدار الأقدار اللي ربنا يرفع بها قدره. مش معناها أنه ربنا هيحميه يبقى لا يصاب بشيء أبدا، لا طبعا. الأنبياء أصيبوا، لأن احنا متفقين كمان أنه الإصابة بشيء هو اختبار أو رفع درجات. الله يبارك في عمرك. ولنا في الأنبياء أسوة حسنة،
ما من نبي إلا وابتلي، ما من نبي إلا وأصيب، ما من نبي إلا وكانت عليه أقدار مؤلمة لكشف كمالاتهم وليكونوا قدوة لنا بالنسبة لي نحن لغفران ذنوبنا ولرفع درجتنا في الجنة. فده أمر طبيعي جدا، لكن الطبيعي أن ربنا سبحانه وتعالى يرعى أوليائه. فالإطار العام لصورة طه رعاية الله لأوليائه.